How are you doing? How's everything? Oh, so far so good. Noisy. Yes, it is. It sounded like, how are you? How are you? Good. Hey, you heard another complaint, right? Got the news. Who's that? Got the news. Yeah. And then no one did nothing about it. Okay. Can't do nothing. Yeah. They washed their hands. Yeah. Is that Lusuk? Come back? What? Lusuk? Remember the restaurant Lusuk? Oh, that's for the rich. Yeah. They come back. They were closed. No, they were busy yesterday. Yeah, they were busy yesterday. They were? Oh, yeah. Money. Yeah, they did. They did. I can't go this way. See you later. Yeah. All right, buddy. Take care. احنا قلنا لكم بعد التصوير من نيويورك، مدينة نيويورك، اللي اليوم الأحد جويلية 11 2021. انا نقلنا لكم هنا الايست فيليج، كيتسمى الايست فيليج، هذه هي النواحي ديالي، النواحي ديالنا في كنسكن الايست سايد. يوم الاحد قلنا لكم بعض الصور، الناس يعني الحياة انيمي سي، الحياة يعني بدات كتشرق، الناس بداو كيخرجوا، الناس بداو كيولفوا شوية. البارح اللي كان كتار الناس، كان المقاهي كتار البارح السبت احد، اليوم الاحد، لان ما شفتوش بزاف ديال الناس على برا في القهاوي المقاهي، لانه كاين بعض المقاهي كيسدوا الحد، تيبغيو يرتاحوا شويه. وواحد الجانب الناس واقيلا كتفرج في الناس، اكثر الناس كتفرج في الكوره في ديورهم، او مسافرين خارجين عن المدينه، خارجين عن نيويورك. هذا كتشوفوا الناس قلال، كنصور لكم التصوير ديال نهار السبت، ان شاء الله السبت الجاي بعض الناس كيطلبوني باش ندير التصوير ديال نيويورك، انا كنصور لكم نيويورك. ها الناس قاعدين، الناس قاعدين. شوف كيفاش عطاوهم Thank you.
Brad, what up?